أهلا بكم يا أبطال، من جديد في حصة نهاية الأسبوع يوم الخميس، ومع مادة اللغات العربية في درسنا الجميل توماس أديسون. هيا بنا، ما رأيكم أن نبدأ أيضا باللعبة التي كنا نبدأ بها؟ هيا بنا. ذاكرتي معاً، هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ الآن. في البداية، دعونا نعرف ماذا لدينا. موز، برتقال، بطيخ، تفاح، فراولة، عنب. أين يمكن أن يكون العنب؟ هيا يا أصدقائي، أين العنب؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هو؟ نعم، أحسنتم يا أصدقائي، العنب في البلدة الوردية. شكراً لكم. أين يمكن أن يكون البرتقال؟ هيا يا أصدقائي، أين البرتقال؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. نعم، أحسنتم يا أصدقائي، البرتقال في البيضة الزرقاء. شكراً لكم. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه اللعبة الجميلة. هل كانت لعبة رائعة؟ هل أضع من هذه الألعاب كثيراً في الحصص القادمة؟ يا سلام على الأبطال. هيا بنا إذن لنبدأ درسنا الجميل ولننهيه في هذا اليوم الرائع. هيا بنا. توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي. مرضت أمه في الليل مرضا شديدا. أراد الطبيب أن يجري لها عملية جراحية، لكنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود الضوء الكافي. فانتظر شروق الشمس في الصباح. فكر أديسون في أن يضيء ظلام الليل بطريقة ما. أجرى أكثر من 99 تجربة. ظل يحاول إلى أن نجح في صنع المصباح الكهربائي في عام 1879 ميلادي. إن الطريق إلى النجاح يحتاج إلى الاجتهاد والصبر. هيا يا بطل، افتح كتابك على هذه الصفحة الجميلة في صفحة 70 لنقرأ السؤال الأول. جميعنا نعلم أن هذه التمارين تحتاج إلى خط مرتب وجميل. اقرأ الجمل الآتية منتبها إلى طريقة كتابة تنوين الفتح في آخر الكلمات الملونة. دعونا نستذكر قصة تنوين الفتح. نعلم أن تنوين الفتح من الحروف الثقيلة،
والتي لا يستطيع أي حرف من الحروف أن يحملها إلا إذا كانت تشرب الحليب. وهي ما هي الحروف التي تشرب الحليب؟ التاء المربوطة المتصلة، والتاء المربوطة المنفصلة، والآ مقصورة. أما باقي الحروف فتساعدها السوبرمان، وهي عبارة عن الألف. هيا بنا لنقرأ الجملة الأولى. بنى خليل بيتا. تاء من الحروف التي لا تشرب الحليب فيساندها ويساعدها السوبرمان وهو الألف. ونعلم، دعونا نستذكر أن الألف لا يحمل التنوين، يحملها الحرف الأساسي. اشترى إبراهيم دفترا. والراء من الحروف التي لا تشرب الحليب فيساعدها السوبرمان. قرأت حفصة قصة. التاء المربوطة المتصلة من الحروف التي تشرب الحليب تستطيع حمل تنوين الفتح. زرعت مريم شجرة. التاء المربوطة المنفصلة أيضا من الحروف التي تشرب التنوين وتستطيع تشرب الحليب آسف وتستطيع حمل تنوين الفتح. أضيف تنوين الفتح إلى آخر الكلمات الآتية وأكتبهم. سأترك لكم الآن مجالا لكتابة هذه الكلمات، ثم انظر إلى هذا الحل. ها هي كلماتنا الجميلة، هل كان حلك مطابقا لهذا الحل؟ أحسنت، تستحق أن تحصل على علامة 5/5. استخرج من درس القراءة الكلمات التي تنتهي بتنوين الفتح وأكتبها. هيا بنا يا أبطال لنعود إلى نص القراءة من صفحة 66 ونكتب الكلمات التي تنتهي بتنوين الفتح. هل وجدت هذه الكلمات؟ لدينا كلمات التالي. من السطر الثاني مرضا شديدا، السطر الثالث عملية جراحية، من السطر السادس تجربة. ها هي الكلمات الخمسة، اكتب 4 كلمات من هذه الكلمات. وهيا بنا لننتقل للصفحات التالية. لدينا في الصفحة الأخيرة من هذا الدرس، نستذكر في حل هذه الصفحة أنه علينا أن نسطر سطرين جميلين وأن لا نتعدى هذه السطور. سطر كما يوجد أمامك، وأتركك الآن لتبدأ بالكتابة بخط جميل وعلى السطر كما هو موجود أمامك، وانتبه إلى رسم الحروف الموجودة. لديك اليوم واجب جميل في صفحة 73، عليك أن تحله يا بطل. هيا إلى اللقاء في درس جميل، ولا تنسى إنشاد أنشودة النجار. مع السلامة يا بطل.